محمود استاذ عصام، معلش هشرح اول حاجه بس موقف. اتفضل يا كابتن. اتفضل. مره كنا واقفين في التمرين، دخل مانويل جوزيه، معلش انا هقف، ينفع اقف؟ اه ينفع. ينفع اقف؟ ينفع. وقفت، دخل هو بيحط ايده في جيبه وبيتمشى يصفر كده، يقعد يصفر خلاص. دخل امباصص لابو تريكا كده، قال له ابو تريكا جو هوم. والله العظيم انا على فكره بقول موقف حقيقي. دخل امباصص لابو تريكا كده، قال له جو هوم، وقام جاي قاعد يهزر معايا ومع بقيه الناس وتمام، والدنيا لطيفه جدا. فابو تريكا عارف اللي هو ايه، قام ضاحك كده. ابو تريكا كان دايما يعمل كده، قام ضاحك كده وعامل كده وساكت وفضل واقف عادي خلاص. فلف كده قال له ايه ده، انت ايه اللي موقفك؟ جو هوم. جو هوم، روح. فابو تريكا هيتجنن، روح يعني ايه روح؟ مانويل من ذكائه عمل ايه؟ قال له روح البيت وزعق، روح خش اطلع، خش البس هدومك وروح. طبعا كلنا مش عارفين في ايه، مش فاهمين حاجه، اترعبنا، دخلنا الملعب واقفين مالناش دعوه، انت فاهم؟ دخل هو من ذكائه بقى، خلى كابتن حسام، كابتن علاء، كابتن اسامه، المجموعه اللي كانت حوالينا هم طبعا مرتبين، ينزلوا يقولوا لنا ايه؟ ينزلوا يقولوا لنا ان ابو تريكه تعبان، ابو تريكه مجهد، ابو تريكه محتاج ان هو يروح يقعد في البيت ويريح اسبوع وبعدين يرجع يكسبنا بقيه الماتشات. ابو تريكه جوه كان بيلبس وماشي وهو بيعيط، مش عارف هو في ايه، اي شيء اخطأ، هو مش عارف هو انا غلطت في ايه ولا عملت ايه. واحنا قاعدين في الملعب وعرفنا ان ابو تريكه ماشي عشان يريح مش عشان حاجه. اما مانويل كنت عارف هو بيقعد يلف حوالين اللعيبه في الاول يعني، وهو بيلف قاعد يلف كده وخلص اللف، في نص اللف بنبص حواليه مش لاقيينه، عمل ايه؟ دخل خد ابو تريكه كلم معاه، انت محتاج ان انت تريح، محتاج المهم سيبك يعني. بعد كل ده ابو تريكه رجع عمل ايه من غير تمرين يعني؟ ابو تريكه رجع كان يوم حد مش فاكر او اتنين، وكان عندنا ماتش تلات خلاص، اتمرن معانا الحد الاتنين، لعب ماتش التلات كنا بنلاعب بتروجيت تقريبا، كان لسه في الدوري الممتاز يعني الداني. وكسبنا 3-0. ابو تريكه اللي جاب تلات جوان او جاب جونين وعمل التالت، وعمل جول. ليه بقى كل ده؟ عشان ماتش الزمالك اللي بعده كان نهائي الكاس تقريبا، اللي هو 4-3 لو تفتكروه. طبعا شفتوا، فاكرين ابو تريكه عمل سامح حسني؟ هدف في الدقيقه 88، هدف التعادل، كان متالق هو اللي عمل الثرو باس لكذا وكذا. فكر الناس ان الجون الاخير وسامح حسني. فده تكوينه مانويل جوزيه، ده فكر مانويل جوزيه. خش دخل روح بروح بيتكو، بيدي درس لكل اللعيبه، انا مش فارق معايا مين اسم مين. في نفس الوقت بعت لنا الرجاله بتوعه المسج، ايه المسج؟ ان احنا لا، انا ده هو رايح يريح. وبعدين راح له، طلع قعد معاه واتكلم معاه، رجع ابو تريكه كسب النادي الاهلي ماتشين ثلاثه ورا بعض، اهم ماتشين ثلاثه في الموسم في الفتره دي على ما اتذكر يعني. صح، هو ده مانويل جوزيه بالمناسبه. انا اسف ان انا بطول، لكن هي دي الحقيقه.